طبعا هو حسين طبعا من اللعيبه المميزه واللعيبه اللي زيها زي السوليه اللي بتحب الكره تروح لها. السوليه برده من اللعيبه اللي احنا افتقدناه النهارده طبعا في نص الملعب، ولكن طبعا الراجل لازم يريح بعض اللاعبين. لكن المباراه طبعا يعني كنا بنتمنى ان يبقى شكلنا احسن من كده، ومش من حته يعني مش من الحته الفنيه، لكن الحته كمان المعنويه والحته النفسيه والحته البدنيه كمان، والحته ان انت يعني كلنا مستنيين ان انت يعني خلاص كل مره بتقرب ومفيش يعني مفيش تطور في الاداء، مفيش تطور في اي حاجه غير ان احنا كل ماتش بنيجي نفس الكلام بنفس الشكل. يعني حتى احنا كمان مش عايز اقول مش لاقيين حاجه نقولها، لان مفيش حاجه جديده، هي الحاجات السلبيات بتبقى هي هي، ودي المشكله الكبيره في النادي الاهلي الفتره دي، ان السلبيات هي هي.